كيف أنت؟ جيد؟ أكيد أنك لم تصب بأذى؟ أكيد؟ أريتوسا! أريتوسا! هل جرحت؟ لا أبدا سيدتي. الخوف الذي تستحقه لأنك تلعب في الشارع. لم يكن المذنب بل أنت، لأنك لا تتوقف عن مراقبة الفتيات وأنت تقود. تعتقد بأنني لم أنتبه؟ تعال. ما اسمك؟ روبرتو. روبرتو، انتظر. كالعادة لا أحمل نقودا. خربس، معك نقود؟ $100. أعطيها لروبرتو. أسرع فالولد ينتظر. لي أنا؟ من المؤكد لك. كلها؟ كلها. ليتني أحمل أكثر. هيا هيا اذهب لتلهو، لكن انتبه لنفسك جيدا. الآن حصلت على $100، ولكن مرة أخرى لا سمح الله يمكن أن تصاب أو تكسر رجلك.